مساكم الله بالخير مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجكم الكويتي وان شاء الله اليوم راح تكون حلقتنا جدا مميزه وراح تكون ثقافيه وجميله وملونه كالعاده محمد مساء الخير مشاهدينا ونبدا معاكم اخبار فقره السبع دقائق اهم خبر عندنا اليوم ان بالامس كان نواب الامه على مائده الامير فقد استقبل صاحب السمو الامير رئيس الامير ورئيس واعضاء السلطتين واقام مأدبه غداء على شرفهم طبعا تخلل الغداء حديث ودي دار بين سموه وكذلك النواب وكان أبرز ما قاله صاحب السمو للنواب هو ما لخصته جريدة الراي في منشيت الرئيسي وهو لسنا أمريكا أو روسيا فلنحتفظ بعلاقاتنا الدولية مع الجميع سموه لخص خبرته السياسية اللي فاقت الستين عام بكلمتين لأبناء النواب من أجل صالح دولة الكويت وشعب الكويت في جلسة اليوم واللي تم من خلالها مناقشة بند الرسائل الواردة، تم طرح موضوع تطاير الحصى وموضوع طبعاً جداً قديم نعم. ولكنه يتجدد في كل مرة مع كل موسم وقد أحيل إلى في مجلس في المجلس السابق إلى اللجنة المعنية وأصدرت تقريرها بهذا الخصوص واليوم المجلس جدد مطالبته بحل هذه المشكلة بعد تبيان سببها والمسؤولين عنها. أيضاً خلينا نشوف الخبر الثالث شنو يقول نعم هناك طبعا تم بعد اليوم تم تشكيل لجان مؤقته لجنه الشباب والرياضه لجنه الاسكان لجنه حقوق الانسان لجنه ذوي الاحتياجات الخاصه ولجنه المراه والاسره لجنه الظواهر السلبيه لجنه المقيمين بصوره غير غير قانون أو غير نعم قانونية نعم, 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 نعم وأيضا هناك لجنة لتحسين صح بيئة الأعمال والمختصة بالمشاريع المتوسطة والصغيرة وطبعا هذه الأخيرة كل لجنة جديدة ما شاء الله لجان كثيرة وكل لجان تشكلت بسلاسة عدا لجنة الظواهر السلبية حتى صار فيها كلام وشد وجد بين النواب طبعا هو أمر صحي نقول وهو انسجام مع الجو الديمقراطي اللي تعيشه الكويت دائما الخبر التالي يقول ثم تم عقد جلسه طارئه لاستنكار الجرائم ضد الانسانيه واعمال الاباده في حلب بعد وان انتهت الموافقه على بعض التوصيات. اذا ننتقل لخبرنا التالي نعم. ونشوفه مع بعض. خبرنا نعم. التالي عن الاعتداء اللي قام فيه احد المرضى على مدير مستشفى الاميري ووعد وزاره الصحه باجراءات قانونيه ضد المعتدي. طبعا اكيد احنا نشد على يد وزير الصحه نعم ونطالب بحمايه الاطباء والعاملين في الحقل الطبي من الاعتداءات المتكرره من خلال يعني الذهاب بالاجراءات القانونيه الى ابعد مدى نعم بالتاكيد وزارة الداخلية اعتبارا إن شاء الله من واحد واحد راح تطبق العقوبات الواردة في قانون ثمانية اثنين عشرين بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر م. في ألفين وعشرة وراح تسجن يعني صراحة أي واحد يصفط في مكان مخصص للمعاقين راح يسجنون لمدة شهر نعم بعد سبع سنوات م. يمكن قررت أه. الداخلية تطبيق مخالفات المرور الواردة في قانون أه. المعاقين يعني تعال متاخر احسن ما انك شويه تاخذ فعلا مكان فعلا شخص فعلا ملك فعلا جاكم العلم مثل ما يقولون العطله راح تكون باذن الله ان شاء الله عطله راس السنه نعم الميلاديه راح يكون يوم واحد, واحد يوم الاحد ولا يوجد ترحيل العطله قبلها بيوم او بعدها بيوم طبعا نقول لكم كل عام وانتم بخير مقدما نعم ولدينا ايضا الخبر من مصدره من الجهه المعنيه نعم والرسميه وهي ديوان الخدمه المدنيه اللي اقرت يوم الاحد ان شاء الله اجازه راس السنه الميلاديه إن شاء الله يا رب تكون سنة جميلة وحافلة بالخير على الجميع يا رب وعلى دورتنا الحبيبة الكويت يا رب إذا نطلع فاصل ونبدأ موضوعنا اليوم اللي ما ورائيات ومع الدكتور <applause> بشير رشيدي, بشير رشيدي. النفط هو المورد الرئيسي لاقتصادنا الوطني. وهو المحرك للنشاط التجاري في الكويت ومنطقه الخليج. وتحرص شركه نفط الكويت على تنميه هذا المورد وتقويه علاقاتها. من اجل مستقبل افضل لبلدنا واجيالنا القادمه. معا نعمل من اجل الوطن. المخرج يضحك المصور يضحك <متصفيق> اه اوت لقطه انا <صاحبة> جاهز لا تحاتي <متصفيق> حركه زورو مضافه محترف بس مو معترف معترف نوع اخر المحترف الخميس على تلفزيون المجلس الحياة النيابية منذ الفصل التشريعي الأول شهدت 21 حالة استقالة للنواب الاستقالات بلغت 10 حالات في الفصل التشريعي الأول الفصل التشريعي الثاني شهد حالة استقالة جماعية لست نواب فيما شهد الفصل التشريعي الثامن حالة استقالة وحيدة كما شهد الفصل التشريعي الرابع عشر تقديم خمس نواب لاستقالاتهم وبالتالي السؤال اللي أنا أطرحه قال أنا أقول لكم يبولي مقصر وطالع ابنية وعطتني ذيك الابتسامة يا أبو خالد لسمعت عيني أنا حزينة أنا أعتقد أنه ما هو عيب إني الوضع الحالي ما يرضيني. شوف هذه ابتسامتك هذه تعطي كمية إيجابية تكفي يوم كامل حق كل شخص. طالما هو رافضني رافضني رافضني. <applause> أنت لازم تحط 10000، لازم يعطونك 10000، لازم يعطونك 20000. مليونين؟ بعد أعد النقط. نقطة، انتهى الموضوع. مفكرة الإثنين على تلفزيون المجلس. دينا نبدا مع اول ضيف في حلقتنا اليوم وحوار عن عالم الماورائيات مصطلح يمكن وايد نسمع عنه قرينا عنه لكن ضيفنا ما يحب هذا المسمى يقول روحوا دايركت تو احنا راح نتكلم اليوم عن علاقه الجن يمكن بتفصيل اكثر راح نتعرف عليه اكثر موضوعنا مع ضيفنا الدكتور بشير الرشيدي استشاري تنميه بشريه حياك الله دكتور معنا حياك الله يا نجلاء حياك الله بخير دكتور الله دكتور بس بدايه قبل ان نبدا اسئلتنا دكتور استاذ الدكتور بشير الرشيدي معروف بانه هو في التنميه البشريه دكتور علم النفس كتبه كثيره في التنميه الذاتيه والاهداف الامور هذه شلون اليوم بتتكلم عن الجن انا عندي رساله في الحياه رسالتي في الحياه اني احرر الناس من عوائقهم الداخليه صوره الجن عند الناس هي صوره معيقه مدمره تعيقهم حتى عن تاديه واجباتهم الحياتيه لذلك هذه فرصه بالنسبه لي اني احقق رسالتي في الحياه اني ابصر الناس وانشر الوعي جميل. حول هذه القضيه الاساسيه المدمره مم. في الثقافه شلون العربيه شلون مدمره؟ لاي ف... مدى احنا ك... او الانسان العربي بما انك ذكرت الثقافه العربيه قاعد ياثر عليه موضوع عالم الجن في انه يعيش حياته بشكل صحيح انا من ساعه في القاعه نعم تكلموا عن الجن كان يقول اللهم سكنهم وساكنهم <applause> <applause> هذه الكلمه نعم انعكاس لخوف داخل عقول الناس نعم وبدوا يتداولونها بين الناس نعم. فاصبح حتى كلمه جن مم. تثير الرعب في الانسان مم. واصبحت قصصنا سوالفنا في البر حكاياتنا تبدا بالبر لا دائما كلها عن الجن هذه صور ذهنيه معيقه احنا كل ثقافتنا على الجن الحقيقيه هي نعم. وردت في القران نعم. صحيح الجن في القران اصلا احنا نؤمن بوجودهم نعم كما نؤمن بوجود الملائكه، نعم كما نؤمن نعم نعم بوجود اليوم الاخر، عقيدة والحساب نعم والعقاب، هذه قضايا عقائديه نعم نؤمن فيها، واللي ينكرها كيف؟ بس مو مسلم، لان المسلم يؤمن بوجودها. لكن كل الذي ذكر عن الجن في القرآن هو شيء ايجابي، مو سلبي. دكتور؟ ما يخوف. وضح لنا. احنا ذكر الجن نعم انهم مؤمنين ومنهم غير مؤمنين صحيح نعم والذين امنوا جو وامنوا بكتاب الله نعم ذكر في الجن ان سليمان عليه السلام نعم قد نعم استثمرهم استثمار بنائي، ما خاف منهم صحيح ولا ولا انحاش منهم، نعم احنا ذكر ابليس نعم وقال لنا الله عنه وعن صفاته نعم ان كيد الشيطان كان ضعيفا نعم فاذا كل معلوماتنا عن الجن نعم ما تدعونا الى الخوف منه. هي شو اللي يخوفنا؟ الواقع مم. ان ثقافتنا والناس يخافون من الجن. يعني الجن أ... البشري دكتور؟ لا 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 الجن. لا, لا, الجن. لا, لا اقصد يعني الشخص يعني ال... بسلوكه سلوك كانه جن يعني يعني الجن لا لا البشري لا لا, لا لا اتكلم عن الجن اللي انت سميته ما ورائيات. نعم لا اتكلم عن هذا. نعم زين احنا الواقع انهم يخافون منا. نعم. عندنا نوعين من الخوف. نعم اكو خوف عقلي. مم. يعني اكو ناس عندهم لوثات عقليه مثل الفصام وهذا الفصام مرض عقلي عندنا سبعين نوع منه هذا اصلا يخليك تسمع اصوات ما يعني هي موجوده هو هو ماكو شيء اسمه حقيقي ولا توهم لان عند هذا المريض هو حقيقي ما يفرق بين الوهم والصج تتكلم عن مريض دكتوره مريض انا اقول عندي نوعين هو مريض عندنا مريض طبعاً، نعم. فهو يسولف وياهم مم. ويتكلم ويشوفهم لا والقضية يصل إلى مرحلة أنه يقيم علاقة معهم وأنا عندي كتاب نعم. اسمه هبة الأحلام يعني واحد مهندس كويتي قال أنا متزوج جنيه مم. وبديت في القصة معه في النهاية طلع هو متزوج وهم نعم. الجنية هذا نوع من الذين فصح. يسولفون نعم. عن ان ايش سوى لهم الجني اكو نوع ثاني عندهم امراض نفسيه نعم عنده معاناه عنده مشاكل نعم. لذلك علشان يعلل ويبرر هالحاله اللي هو فيها نعم. لازم يقول صايبني إني علشان ما يصير عليه شرحه نعم. احنا كل الجن بالنسبه لنا نعم. ما يخوفون حتى ابليس وهو ابليس الله وصف لنا ان كيد الشيطان كان ضعيفا نعم. نبي الفرق دكتور بين الجن وابليس هو فرق هذا ابليس من نعم. الجن نعم. لكنه عصى ربه نعم. فاخرجه من رحمته نعم. وطلب من ربه ان يتسلط على بني ادم نعم. وما عنده قدره الا شيء واحد فقط شيء واحد الوسوح. يوسوس نعم. يزين لك يعدل لك ولذلك لما جاء عند ادم قال هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى ما قدر يحرفه ما يقدر يظله ما قبل ادم وقاسمهما اني لَكُمَا لمن الناصحين نعم. لما اقسم مم. ادم صدق. عليه السلام نعم. ما عنده في البرنامج مال العقلي انه ممكن مخلوق كذب. يقسم كذبا يقسم كذبا ما عنده يعني لحين ما اخذ تجربه ولذلك صدقه ادم هو عنده القدره على ان يقبل او يرفض ابليس ما يقدر يفرض عليك مم. <applause> وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم, <applause> فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل يعترف نعم زين أي ليش إحنا نخاف منه؟ إحنا نخاف منه لان القصص الكثيره نعم والروايات نعم والخيالات اللي تنقال التسليه اللي لا ما تقول التسليه نعم, نعم لانه هو شاف لانه هو سمع لكنه نعم مريض لن وحتى اللي مو مريض حتى انا وياكم ممكن نعم احيانا لما اسمع نجله تقول هالكلام نعم وصدقها نعم ارويها هذه الروايات نعم تحولت الى ثقافه نعم الى شيء يصدقونه كل الناس يسولفون عن وجود الجن وأنا ما أسولف، لذلك أصبح عندنا صور ذهنية، أصبح الجن يشكل عندي صورة ذهنية، نعم. فأنا أخاف من الصور الذهنية التي تشكلت من هذه الروايات الشعبية ومن كثرتها صدقتها فأصبحت جزء من صور الذهنية. نعم ش... احنا من يوم نكون أطفال دكتور نسمع القصص هذه يعني مو مثلاً حتى على وعي، فتصدقها لأن من يوم احنا صغار يا في اهل يخوفون عيالهم طبعاً. مثلا من الجن وعندنا سامي عندنا شخصيه عندنا حمارة القايلة عندنا آه طنطل. طنطل طنطل إيه؟ عندنا الكف الاحمر لا, لا بشكل عام ايضا قصص يعني يقولوا لنا او مثلا ما يبوننا نلعب بالحوش مثلا بعد الليل يقولوا لنا دخلوا او يعني يخوفونا من الموضوع من يوم احنا, إحنا عندنا قصص نعم وروايات وسوالف هذه تشكل عندك صور ذهنيه لكن ايضا في المقابل عندنا الدجالين نعم عند الناس مدعين العلم صحيح يستغلون هؤلاء الضعفاء، م. المساكين اللي عندها مشاكل نفسية ولا هو عنده مشاكل نفسية م. ويبدأ يمارس عليه الدجل بالادعاء ولأن إحنا مع الأسف ما عندنا رقابة على هؤلاء وهؤلاء م. لذلك هذه فرصة في يعني قناة المجلس أكيد. ان أكيد دكتور. إني أطالب م. أن هناك تشريع. م. <applause> لا بد من رقابة يجل هؤلاء. يجل من الأمور لا بد من رقابة هؤلاء الذين أيه؟ يزعمون بس أنهم يخرجون نعم الجن وقد كذبوا. جميل دكتور عفوا نعم محمد ايه؟ هذا هني السؤال تلبس الجن ايه؟ للإنس هل هو حقيقي أم ما؟ ما عندنا تلبس هذا الكلام منفي نعم هذا الكلام ليس هناك حديث صحيح نعم صريح في التلبس وما عندنا في القرآن كله. شيء اسمه تلب من شرعيا نعم أبدا من في شرعيا لكن الاستفادة من هذه الادعاءات تجعل سوق وسوق يعني مربح جدا مربح مثل سوق الزقائر سوق السجاير مربح رغم انهم يقولون ان في سرطان سبب سرطان لكن الدكتور مربح بالبيوت دكتور يعني هذه تشوفهم ترى بسكيك وبيوت ويصير والخبر ينتشر بين الناس بان ترى هذا فلان يقرا يطلع يطلع ولذلك ين. احنا لازم نسوي هناك تشريع يجرم الذين صح يمارسون صح الدجل صح ليش؟ احنا الان الطبيب النفسي مم. عندما يريد ان ياخذ عياده خاصه تشترط عليه وزارة الصحة أن يكون عنده زمالة نعم ما يسمحون له أن يمارس الطب النفسي بدون زمالة رغم نعم. انه قضى سبع سنين وخبرة يمكن عشرين سنة في الطب النفسي ما يسمحون له تخيل ليش ما يسمحون له؟ لأن ما يأتمنونه على عقل الإنسان نعم احنا نترك اللي ما عنده شهادة نعم. واللي يمارس الدجل يدمر عقول الناس مو بس عقولهم كانت درجة ديانته دكتور في, في هناك أناس معروفين نرجدي إن دين هذا ما له يقرأ هذه قضية هذه قضية نفسية عقلية نعم. طبية نعم. الذي يمارس هذا لابد أن تكون عليه رقابة نعم. رسمية ولا بد أن يكون هو بمستوى إذا كان بالفعل عنده علم فلا بد أن يعرض هذا العلم على الجهات الرسمية لكن نخلي عوير وزوير يلعبون في الناس نعم ويدمرون عقولهم بهذه القضية هذه جريمة بحق المجتمع كله دكتور بعض الفيديوهات اللي تنشر عن هذه العملية إخراج الجن بما يزعم بإخراج الجن من جسد الإنسان نشوف بعض المرضى يتكلم بلسان غير لسانه أو لغة غير لغته هل نعتبرها من الجدل اللي المفروض يمكن الشيخ يصورها عشان أبدا يتبط. هذا الكلام صحيح هذا الكلام اللي انت تشوفينه وتسمعينه هذا الكلام صحيح نعم. لان الانسان المريض عقليا ممكن يتكلم باي صوت معقولة. وباي لغه، احنا عندنا في علم النفس نعم ما من شيء تسمعينه اصلا، مم. اي لغه تسمعينها نعم. اي صوت تسمعينه الا ويسجل في عقلك عقل باطن عقلك ماكو عقل, عقل باطن ما في عقل باطن عقلك ها؟ يسجل في عقلك نعم. انت ما تقدرين تسترجعينها جميل بس هي موجوده عندما يكون هناك اختلال واعتلال في هذا العقل يبدا العقل داخليا يطلع هالاشياء هذه حتى ممكن واحد ما يعرف انجليزي نعم يتكلم انجليزي طيب من وين جاله نعم اكيد اسمعه نعم اما من الراديو ولا من واحد يتكلم انجليزي مو من العقل الباطن اضرب لك مثل نعم جميل انا عندي وحده يا أبو لي يعني بدويه نعم تتكلم انجليزي فلوينت نعم وشيء غريب يعني اكسنت بريتش <تصفيق> بعد يعني <applause> يعني مو مو شيء طبيعي صحيح فانا حقيقه بديت ابحث لان انا بالنسبه لي م. هذا مو شيء مو شيء طبيعي م. وتتكلم صحيح. بس لما تكلمها وتاخذ تعطي معها ما ترد عليك يعني هي تسمع ايه ما تعرف ما تحاور ماكو ديالوج نعم. ما في حوار ما مجرد معلومات عندها تسترجعها مجرد مسجله قاعد م. تسترجعها اكتشفنا بعد التحري م. إن لما كان عمرها ثلاث سنوات راح امها وابوها الى انجلترا يتعالجون نعم حطوها عند بيبي ستر وخزنت هذا الشيء كل اللي يتكلمون لغات او يغيرون اصواتهم نعم. انما تغييرات فسيولوجيه تحدث عند اختلال العقل لذلك هذه معروفه اصلا يعني سيكولوجيا بس هو يقول اطلع اطلع من ريوله اطلع ايه؟ من حلجه اطلع ايه؟ من اي انا دكتور دكتور فاصل وراح نرجع اذا ممكن جدا في نفس الموضوع موضوع جدا مشيق مكملين حوارنا عن الجن مع الدكتور بشير الرشيدي آه دكتور بشير قبل قبل الفاصل م. تكلمت ان في هناك طريقه ممكن الانسان يتذكر ما خزنا بعقله لا لازم تعلمنا شلون نطلع كل المعلومات <applause> هذه ايضا أيوة يمكن يبي لها حلقه بروحها لكن نرجع موضوعنا للجن م. انت آه نكرت آه ان هناك تلبس للجن او انه ممكن ان يتلبس الجن اي انسي لكن نعم هناك ايه نعم في القران يمكن تكلمنا نعم انا نعم نعم ومحمد على الموضوع محمد اللي يعني ما يحضرني كلا لكن الذي يتخبطه الشيطان من المس المس نعم كالذي يتخبطه الشيطان من المس نعم هذه الايه اختلف فيها العلماء ممتاز نعم قال فيها علي الطنطاوي ان هذه كنايه عن الاخره وليس عن الدنيا ليس آه هناك تلبس، قضية التلبس اختلف فيها علماء المسلمين، بما أن القضية خلافية، إذا نحن لا نؤمن بالتلبس، احنا الآن في القرن 21، مم أولئك العلماء اللي تكلموا في التلبس كانوا في القرون الماضية، نعم اللي لم يكتشفوا مم ما اكتشفناه في القرن 21 ولا في القرن العشرين القضية ليس هناك تلبس، أي شنو موجود؟ يا إخوان اللي يسمعوني لازم تعرف ان الفكره اللي تحطها في عقلك راح تتلبسك بمعنى ان اللي خاف من العفريت يطلع له يطلع له توقعك واقعك صح. واقعك صح. صح. اي فكره تحطها في بالك توقع راح تصير راح تصير لانك انت تشوف من الداخل راح اقول لكم قصه مع احد اولادي ممتاز. واحد من اولادي عمره عشر سنوات صح. راح مع ربعه وكان في واحد يحدثهم عن الجد وقال ان الجن في كل مكان وانه يدخل من من انسان مدخل الدم ويا الولد مرعوب <applause> ليش؟ لان الجن بالنسبه له في كل مكان بالليل فزع قال يبا الينانوه على الدريشه قام يشوفهم قام يشوفهم وانا مصدقه انه يشوفهم انا مصدق انه انه قاعد يشوف الجن من الداخل قلت له تعال خلني اكلمك انت تصدقني لو اقول لك عن الجن قاعد اصدقك قلت اصلا الجن يعني احجامهم مو اكثر من النمله وايد صغار وايد تافه هل الكلام صحيح؟ هالكلام صدق نعم. اذا عندك خير او شايفته انت لا انفي... لا انا مو شايفه اسم <applause> نعم. أب... يعني اي, أي واحد ما شاء الله يعني على اي اساس نعم. يعني انت من عقلي من عقلك من عقلي طبعا اذا مو مثبته اكو احد مثبت خير هالكلام؟ اذا ما في احد مثبت غير هالكلام انا قاعد اقول لك ان النمل ان اقل من النمل وقدرته اقل من النمل بدليل نعم. ان الله اخفاهم عنا نعم. هو يراكم وقبيله من حيث, من حيث لا ترونهم ترون مخافه عليهم مو علينا اللي يختفي الخواف ولا الشجاع <applause> فقلت له انهم اقل من النمل قال <applause> من صدقك قلت له طبعا قال خلاص انتهى الخوف منه شو اللي خلاه يخاف اول وينتهي الخوف منه، فكرة نعم فأنت لما تحط اليني فكرة. انه قادر رغم ان الله يخاطبك ان كيد الشيطان كان ضعيفا نعم. بس انت تعكسها تقول لا والله يقدر علي انت الله اعطاك القوة نعم. والقدرة ان تتغلب حتى على الشيطان تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه حصن لك صحيح أي شلون تخاف منه؟ نعم. وين يخافون؟ كبرها تكبر صغرها تصغر القضية قضية داخلية طيب من يدعم هالقضايا في عقلنا القصص والأفكار والمجلات والواتسابات هالأيام والأفلام كلها تدعم أن الجن هذا قادر على أن يعفسك ويدمر حياتك ويخرب بينك وبين زوجتك وعندهم قدرات لا حدود لها هذا كذب هذا الكلام حتى كذب. حتى من خلال السحر دكتور السحر مذكور بالقرآن حتى من خلال السحر إذا شلون السحر يعني دائما يقولون إن السحر هو جني يسخر لهذا الساحر لعمل هذه الأمور مثلًا التفريق بين الزوجين أي إصابة أي بالمرض كل هذه الأمور شلون؟ احنا الآن نشتغل في القرن 21 الآن أصبح السحر علم مو شيء مخفي مو غموض فيه كوبرفيلد ديفيد كوبرفيلد عنده أيه. شو كل نعم. اسبوع يعمل يعني اعمال سحريه نعم اذا الاعمال السحريه هي عمليه ادراك لعب على عقلك نعم. انت يعني لعب يعني على ما يستعين بالجن ما يستعين بالجن ليس هناك استعانه في الجن نعم. في القضيه هذه ابدا وما قال هذا جهل وتخلف لانه هو يستعين في شيء غير مرئي يستعين في شيء اصلا ما يقدر عليه ما احد يستطيع اصلا انه يشوف الجن ما يقدر نعم. غير قادر لذلك احنا يجب ان نتخلص من فكره يا مخاوف دكتور قاعد تذكرها بطريقه مخاوف احنا يجب ان نتخلص من الافكار نعم. اللي نخزنها ونكبرها وتشلنا شلل اضرب لكم قصه ثانيه نعم. يروى في التراث الكويتي ان أكون أخذ بندر في العدان وقال حق واحد من الكويتيين اللي يشتغلوا معه روح حق البدو يا حمدان جيب لنا منهم سمن وقط قام مشى حمدان مشى 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 بعدين هنهد عليه كلب قام حمدان وقط الكلب حاول في مره ثانيه قطه بعدين ما قلت يعني اذاه الكلب هذا م. اذى حمدان شو سوى حمدان؟ مسك الكلب ومصحه ومصحه وصل قال لهم ترى انا اعتذر ترى يعني انا انهد علي كلبكم وذبحته، قالوا والله احنا ما عندنا كذب لانه هد عليك ذيب. صار في حمدان؟ اغمي عليه. عقب ما ذبحه. عقب ما انا اصدق لان الذي يشلك. نعم. ويسوي لك خلل اختلال واعتلال هي فكرتك انت. اذا قلت ان بالفعل هذا الجني ممكن يتلبسني ستشعر ان الجني تلبسك. اذا قلت ان اللي في انا مربوط انا ما اقدر اسوي شيء نعم هذه الامور انا هذه قضايا صور ذهنيه داخليه ما لها علاقه في الجن ما لها علاقه دكتور عفوا اذا السحر اللي اللي يعمل مثلا للربط او للتفريق فعلا نشوف اثر على الناس وبعد ما يفتشون السحر او يتم القراءه عليه فعلا الآية يعني الموضوع مو صحيح هذا الكلام من القصص التي نتداولها في والآية ثقافتنا والآية اللي مذكوره في سوره البقره إيه شلون اي ويعلمان الناس من اللي يعلمان يا نجلة الملكين الملكين مو الجن بس موجود المل الملكين طبعا موجود وانا قلت السحر مو موجود السحر موجود بس الذي ورد في سوره البقره ويعلمان الناس السحر ملكين بباب بابله هاروت وماروت نعم يعلمان السحر لكن شنو ما يضرك الا, إلا باذن, الله, بإذن الله, الله فاذا امنت ان هذا يضرك سيضرك انت واذا امنت ان هذا ما يضرك هذا ما يضرك القضيه انت اذا تحررت والله إنه لن يصيبنا الا, إلا ما, ما كتب الله الا الله. ما كتب الله لنا القضيه عندك وحتى لو صابك ستتخلص منها لأنها في النهايه هي صوره ذهنيه احنا مشكلتنا ان ما عندنا وعي لا في المؤسسات الاعلاميه ولا في التربويه هذا اليوم دورك ويانا دكتور هذه القضيه نعم. اساسيه مم. احنا يجب ان احنا نعم نعم الدجل هذا نعم. يجب ان يوقفوا مم. تجار الدجل هذا يجب ان يراقبوا وهذه القصص التي تنتشر يجب ان يكون عليها رقابه مم. احنا عندنا كتب في هذا احنا عندنا واتسابات وايده احنا عندنا جيش عرمرم يمارس الدجل لا ويبون يعني اشياء من العراق بس ومن يتم ايران يتم التحري وراهم دكتور يعني يعني اللي له واتساب اتصال يشوف بيت يشوفه بانه فرقية شرعيه لكن هي تجاره يتم تبليغ الداخليه ويتخذون الاتي عمليه الحين إذا انا كمواطن اذا هذا موجود لازم يكون دوري يعني انا ما اقدر إن هذا نلقي. موجود احنا عندنا قصص كثيره نرجع انت قاعد دكتور الاشياء اللي تجلب من الخارج أي. طبعا اكيد هذا السحر اللي قاعد الاشياء من برا لو كان يقدر يفيد نفسه والسحر كان ما صاده وطاح باليد الداخليه، لكن فعلا يمكن لاحظنا هناك يعني من السحر من يعني انا ما ابي على النقطه لكنها مذكوره بالقران وبالحديث وهناك خلينا نقول ايات خاصه للسحر، هناك اذكار خاصه بالسحر، كل هذا على اي اساس احنا على اساس نغذر. كالاتي السحر هو لعب بالصور الذهنيه هو لعب بافكار عن طريق افكار اي عن, عن طريق الواحد ما يدري ان احد مسوي له سحر فجاه حركات لا 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 ما يصير يعني تنكر السحر نهائيا لا لا ما انكره وثبته بس شنو؟ اسمع شو يقول الله احنا عندنا الله؟ عندنا كتاب لا. الله نعم لما يا موسى عليه السلام يتحدث يتحدى السحره مم. سحره فرعون ماكو اكبر منهم صحيح. يتحداهم زين يا سحره فرعون خبراء في السحر من كل مكان زين وقالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول صحيح. من القى قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها نعم. تسعى نعم ما قال تسعى ما قال سووا شيء يخيل يخيلوا اليه من سحرهم انها تسعى نعم. فاوجس في نفسه خيفه موسى مم. قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى اذا ما عمله سحره فرعون مم. وهم الخبراء في السحر نعم. ما هو صيد؟ تلاعب بالعقل الخيال تعال مم. تلاعب مم. بالعقل بالخيال بدليل ان الله قال يخيل اليهم بسحرهم انها تسعى يخيل الى من الى موسى عليه السلام <applause> يعني او الموجودين يعني نعم لا هو يخيل اليه 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 من سحرهم انها تسعى فاذا موسى طاف عليه هذا الشيء نعم شو ما يطوف على اي واحد حتى انت يا نجله ممكن أسوي لك, لك سحر أنا اذا صدقتي عندي حادثه تقع فيها انا عندي حادثه يعني ذكرت مساء ديفيد كوبرفيلد يعني نعم وانا حضرت له الشو في في منطقه المعروفه نعم حضرت الشو و وانا قاعد اقرا قريت المعوذات قريت الكرسي قريت 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 ما صار شيء ما حدث شيء شلون يعني ما صار شيء؟ يعني ما ما صار شيء يعني, يعني ما بطل السحر. ما بطل ما كذا لان مثل ما قلت دكتور آه. انا مقتنع بكلامك آه. ومستمتع وايضا المشاهدين قاعد توريهم بان يتخلصون من المخاوف طبعا. اللي قاعد يصورونها بعقلهم طبعا آه امنت اكيد السحر موجود والجن موجودين لكن بما نراه ونؤمن به بالشريعه والسنه النبويه، فاحنا متفقين جدا معك دكتور، لكن لما نقول هذا البيت في جن ولا تدشونه، واذا في ناس دشوه يصير الربكه والهد والصوت من عندهم أنا في يوم و... من الأيام قال لي أكو أب أكو بيت مسكون نعم. على شارع الفحيل كان مم. مشهور مم. البيت المسكون هذه <applause> كلنا أنا, أنا طلب أنا أنا طلبت <applause> إني أشتري في ذلك الوقت مو الحين نعم. أنا طلبت أشتري ذلك قالوا أصلاً ما ندشة قلت أنا دشة ورحت دشيته أكيد كان ببلاش يعني بتشتري برخيص ما قبله ما قبلوا يعني أنا عرضت يعني ما قبلوا حتى بقالي زين ما اقبل. ليش كنت لا. بتشتري؟ لاني يعني انا ما أؤمن انه مسكون، مم. مع الناس اذا مروا احسن منطقه غير. اذا مروا على البيت يقولون نسمع اصوات مو اذا مروا على البيت يسرعون يسرعون؟ <تصفيق> يسرعون <applause> لا وكثير منهم راى ين داخل لا. البيت، لا. هذه قضيه خيالات خيال. <applause> لان توقعك واقعك، انت اللي تشوفه ما تشوفه برا، انت تشوفه من داخل عقلك، لذلك اي واحد يعني يخاف من العفريت يطلع له دكتور يعني تقصد بكلامك طبعا احاديث النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام كثيره وسلم. يعني بان كان كان الجن يسمعون القران وكانوا مؤمنين ومنهم هذا القرآن هذ نعم دكتور الحين يعني تقصد بان نعامل الجن معامله جدا لطيفه جدا وما نخاف منهم انا في يوم من الايام تمنيت نعم انه يدخلني يني ليلى تمنيت الحين <applause> تقول ما يدش بالانسان أنا اللي ما يدش ما يدش, بس يدش بس يدخل فيك؟ بس اقول لك تمنيت ان اكو ويني يدخل فيني يصير؟ احنا عندنا الان نعم. على الاقل الثقافه الامريكيه ارقى من ثقافتنا العربيه لا هم ما عندهم هالافكار افلام هوليوود صناعه نعم. اكو واحدة اسمها ابراهام هكس موجوده نعم. تقول انا داخلني يني نعم. هذا استثمرته استثمرت دخول الجن لان ثقافتها الامريكيه سوت شو وعندها 700 كتاب مو هي اللي كاتبته كما تزعم الجني الجني اللي الجن فهي تجاره احنا ليش تجاره هي تجاره احنا ليش عندنا الجني نخاف منه وعند ابراهام هاكس الجني استثمار شيء غريب يعني <applause> اذا كنت عشان شي يمكن تمنيت يتلبسك الجن دكتور احنا مكملين حوارنا بعد الفاصل ان شاء الله دكتور بشير الرشيدي جدا مستمتعين والكل صراحة المستفيد الأطفال وذكرت حادثة لولدك الله يحفظها الأطفال يمكن هم أكثر ناس اللي, اللي تعرضون للصدمات ويتعرضون لهذا الموضوع والتخويف أنا أقول أن الخوف أصله من صورة ذهنية داخلية نعم وإحنا بدينا نخاف من الجن إلى درجة أصبح من ثقافتنا اللهم سكنهم مساكنهم مسكن. خوفا ورعبا من وين هذه يعني هالصور الذهنية من كثرة القصص من كثرة السوالف اللي ما لها أساس كاذبة ما لها أساس نعم مو وهي عندها نعم أساس عند الشخص الراوي يعني الشخص اللي يقول قصة صاد شاف هم ساكنين معنا صحيح هل وجود الجن موجود في البيوت مثل ما ذكر لما هناك دعاء خاص لدخول الخلاء كرمكم نعم الله يعني هذا كله ما يخلينا نخاف أولاً موجودين إحنا فكرتنا عن الجن فقط من القرآن نعم نعم انهم موجودين، وين موجودين؟ ما عندنا. واللي يقول موجودين في الحمام، موجودين في البيت، ما بس عنده بس أصل. دكتور كانك قاعد تنفي الاحاديث، احاديث النبي عليه الصلاه والسلام انا اعرف القران والادعيه انا ما اعرف لازم نشوف صحه الحديث علشان نقول هذا الحديث جاء يعني, يعني اللهم يعوذ بك من الخبث والخبائث ايه؟ قالت خسروها انها انها الجن وال هذا دعاء تعبدي انا أس اقول هذا الكلام نعم. تعبدا مو خوفا مو رعبا نعم. أنا في يوم من الأيام سويت مقابلة مع خالد عبد الجليل نعم في الوطن نعم نعم أربع ساعات نعم نعم عن الجن. نعم نعم قابلت بعض الناس بعد المقابلة بعد نعم فترة طويلة. قال نعم دكتور إحنا لأول مرة بدينا ندخل حمام مم بدون مم خوف. أول كنا ندش الحمام وإحنا خايفين لأن الجن سكن يمنع. يقول والله العظيم قبل لا أسمع المحا يعني المقابلة, المقابلة كنت أشوف اليني داخل الحمام هو صاج. كان يشوف الين من وين يشوفه؟ بعقله. من عقله بس دكتور يمكن الحين الناس خلاص بطلت تقول الاذكار ولا أدعية دخول الدخول كيف اللي ما يبي اللي ما الاذكار لا يقولها هاي قضيه تعبديه اللي ما يبي يصلي السنه هذا أه رايك دكتور اي طبعا اللي ما يبي يصلي السنه لا يصلي السنه كيف واللي ما يبي يصلي لا يصلي هاي قضيته انا اقول لك قضيه واحده ان هذه قضيه الجن اللي سووا فيها مصدر رعب للناس ينبغي ان تنتهي لانها ما لها مصداقيه ما لها وجود، وجود الجن موجودين مثل وجود الملائكه، مثل وجود كل شيء نؤمن فيه، لكن انهم يضرون ابن ادم ولا يقدرون عليه الا باذن الله ما يقدرون اصلا اقول لك ما يقدرون، ان كيد الشيطان كان ضعيفا الا باذن الله يا دكتور، يعني تحتاج على الكلمه هذه باذن الله يا محمد انت قاعد تقول لي انهم راح يضرون نعم قل يصيبنا الا ما كتب الا الله ما الله كتب الله يعني مو الجن مو الجن يعني يمكن احنا انا قاعد اطيح عليه الثريا هذا هذا باذن الله يحدث بالضبط اذا الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء اكيد احنا الان في سياق الجن تقول يمكن يضرون الا باذن الله مم. حتى النمله ممكن تضرك باذن الله بتأكيد. حتى النحله بتأكيد. ممكن تقتلك اذا القضيه مو مرتبطه بالجن بالجن, بالجن. هؤلاء الجن بس عشان نفهم مم. هؤلاء مساكين هؤلاء ضعاف من صدق ضعاف مم. ليش شلون عرفت يا دكتور بشير انهم ضعاف نعم هو يراكم وقبيله من حيث لا ترونه مم. من اللي يتخفى الضعيف ام القوي الضعيف الضعيف الله سبحانه وتعالى مم. رحمه به هذه قوه خاصه لهم دكتور مو شرط انها ضعف انا ما اشوف الا ضعف مم. انا لا اراها الا كذي انت بتشوفينها قوه شوفيها قوه نعم بس انا صورتي الذهنيه اللي يحملها الجن انها مخلوقات ضعيفه جدا لكن هي هي نوع دكتور صح لان الجن اللي كان مع سيدنا سليمان كانت عندهم قدرات هائله لا الله سخرهم له نعم الله خلى فيهم أعطاهم خصوصيه قدرة اعطاهم قدره خاصه نعم نعم شلون اعرف انهم ضعاف الله قال لي ان كيد الشيطان كان ضعيفا نعم اذا هذا الشيطان هذا ابليس هذا اعتاهم اي شلون الباقين انا اعتقد انهم كلهم ضعاف ومن رحمه الله فيهم انه اخفاهم مو بس هذا يعترف الشيطان يوم القيامه اني انا ما قدرت عليكم انا كل اللي سويته دعوتكم فاستجبتم فاستجبتم لي اذا هذا اللي يشوف ان الجن لهم قدرات خارقه انا اعتقد هذه القدرات فقط في عقله وهو قاعد يعني يكبر شيء في عقله مثل ما نكبر احيانا الاعداء نقول تصدق إحنا عندنا خوف يمكن عندنا طائفيه يمكن الطائفيه يصير حرب عندنا يمكن كذا فننشر هذه الافكار بيننا فتكبر فنخاف من الحرب الطائفيه نخاف من الاحداث الخارجيه نخاف صورناها كبيره ولذلك الواحد احيانا ما ينام يمكن يصير في شيء القضيه قضيه عقليه داخليه كبرها تكبر صغرها تصغر والذي يريد أن يتحرر نعم. لازم يتحرر من أفكاره اللي هالمجتمع وهالثقافة المتخلفة حطتها في عقله لذلك أهو تخسبق خسبقه داخل عقلك مو في وجود الجن والقصص اللي نسمعها دائما وتداول هذه كلها عبارة عن أعمال تجارية تجارة القصص التي نسمعها إنما هي قصص مرضى عقلانيين وتجارة دكتور. يشوفون صج اللي يشوفونه ويسولفون مع الجن صج يسولفون لأنهم أهم أصلا عقلهم مريض وهؤلاء ما يلامون أنا لما يأتيني واحد يقول لي دكتور أسولف وياهم أصدقه لأنه مو صاحي لا لأنه مو صاحي لأنه بالفعل مو صاحي أو عند النوع الثاني المرضى النفسانيين اللي يبون يعللون إنه متلبسني جني علشان ما يصير عليه شرحه هؤلاء النوعين هم اللي ينشرون هذه القصص يأتي مثلي وفلان وفلان يصدقون هالقصص يصدقونها فتنتقل منهم العدوى المرضية لا. إلى هؤلاء الأصحاء ويثبتون هذه القصص أنها حقائق أنا سمعت فلان أنا سمعت علان طيب ليش ينتفض؟ انتفض لأنه مريض شلون يسولف لغة ثانية؟ لأنه مريض هذه القضية عندنا في القصص في اللي تنتشر. فهي علميه 100% دكتور، دكتور كلامك يعني مثل ما قلت بان يعني يقنع بدرجه كبيره واحنا عندنا قصص وايد ونسمعها لكن نفيتها كلها بطريقه علميه. طبعا وما تختلف نعم. مع اي احد طبعا نهائيا. ليش ما اختلف مع احد؟ اختلف مع كثير من الذين يدعون ويزعمون ان الجن يتلبس الانسان، نعم. هذا الكلام كذب نعم. هذا الكلام دجل, تاريخ. دجل. تاريخ. هذا الكلام ماله لا صحه علميه ولا صحه دينيه واللي يقول هذا الكلام انا اعتقد انه يروج للجدل في المجتمعات نعم. المتخلفه نعم جميل دكتور خلينا ننتقل لنقطه مهمه يمكن تذكرتها بشكل عابر لا يوجد شيء اسمه عقل باطن شلون إيه. احنا حتى في حتى في علم النفس في كتب علم النفس هذا شيء موجود هذا العقل الباطن شيء طرحه فرويد نعم وفرويد تحكم في علم النفس لمده مئة سنه نعم الان علم النفس تطور كما يتطور اي علم موجود الان نظريات علم النفس الحديثه تقول اصلا ما عندنا شيء اسمه علم يعني عقل, عقل باطن اكو شيء اسمه عقل هذا العقل يخزن هذه المعلومات ويسترجعها انما هذا اكو عقل باطن واكو عقل ظاهر واكو يعني تطلع القضيه ما عندنا في علم النفس الحديث اللي نعم. انا درسته وانا انتمي لمدرسه نعم. اسمها نظريه الاختيار مم. شنو نظريه الاختيار نعم. ان الفكره اللي تحطها في بالك هي التي تقودك في الحياه هي اللي تتحكم في تصرفاتك أه. هذه الفكره هي سواء كانت في عقلك الباطن او الظهر ماكو ما شيء اسمه عقل باطن وظاهر اكو شيء اسمه عقل لذلك موجود العقل الباطن في تراث علم النفس نعم. وفرويد يتكلم نعم. عن العقل الباطن بس علماء النفس الحديثين اصبح هذا تراث مم. اصبح هذا من السلف نعم من السلف اقصد السلف يعني علماء نعم. النفس نعم. إيه نعم. اصبح تاريخ نعم. لم يعد له الان مصداقيه يعني. والواعي العقل الواعي واللاواعي هو هو نفس الشيء كله نفس الشيء كله. بس مجرد مصطلحات مش هو نفسه نعم. هو كلام فرويد كله نعم يعني كله كلام نعم. فرويد مثل جميل اذا معناته الفكره اللي انا افكر فيها هي نعم. تقود حياتي لاي درجه انا اقدر اتحكم بالافكار هذه تستطيعين نعم. بالحوار مع ذاتك انك نعم. تغيرين الافكار كما تشاءين وباتصال في معلومات جديده تدخلينها على عقلك نعم. تغيرين الفكره المغلوطه الى فكره صحيحه واحنا دائما نجدد في افكارنا مه. اللي كنا نصدقه يتضح فيما بعد انه مو صج ولذلك احيانا الدعايات نعم. نكتشف انها دعايات مو صج مو حقيقيه مو حقيقيه طيب شلون غيرت فكرتي بالمعلومات الجديده اللي ادخلتها الى عقلي وغيرت الافكار القديمه واصبحت افكار جديده. تؤمن بقانون الجذب دكتور؟ ما اعرفه. ما تعرفه؟ قانون الجذب يعني قانون حاليا منتشر بشكل كبير، هل يعني نهائيا ما قرات عنه؟ بلى والله اعرفه زين. <applause> بس ما تتكلم <applause> أتكلم بس انا ما احب اتكلم عنه. <applause> لاني انا ما اؤمن فيه. اذا انت لا تؤمن فيه. لا انا يعني م. يعني له مصداقيه، المصداقية كالاتي، بس ما أش... ما. كما افهمه. زي كما افهم الجذب كما, كما انا افهم نعم. قول لنا دكتور اي كما انا نعم. افهم القانون الجد انت لما تحط شيء في بالك يصير نعم. سياتي اليك انت لو حطيتي في بالك ان الجني رايح <applause> يدمرك ويش صدقيني راح تشوفينه في عقلك نعم. فاذا اي قضيه تحطها في بالك ستاتي اليك انا اغيرها الى شيء ثاني توقعك واقعك لان القضيه كلها مصدر مصدر تصرفات الإنسان هي الأفكار اللي يحطها في باله فإذا حطها في باله ما يشوف أصلا غيرها يفكر فيها يحلم فيها يسعى لها أصلا ما يشوف حواليه إلا هذه الفكرة اللي في باله لذلك شو نقول؟ نقول اللي خاف من الجن يطلع له يطلع له هذا احسن مثل طبعا اللي خاف من العفريت يطلع له لان انت حطيتي في بالك هذا الشيء مثال اذا قلتي والله انا جميله ستكونين جميله نعم. بغض النظر عن واقعك اذا قلتي انا مقروده ستكونين مقروده انا اقول جدا لأن بس يعني الاقدار من عند رب العالمين يعني وحده تقول انا مقروده بس حظها زين لا مو صحيح مو صحيح هذه ما تبي العين ابدا, أبدأ, 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 أبدأ دكتور اذا قالت انا مقروده انا اضمن لها فكأن أن الانسان هو متحكم في قدره انت انا اقول كذي انا شي. بشير رشيدي يقول نعم. ان الانسان يتحكم في أقداره نعم اي طيب شيء في المستقبل نعم. هو اختيار هذا اي شيء في, في الماضي هو اقدار اكو فرق بين المستقبل وبين الماضي نعم. انت تستطيعين ان تختارين او تختار محمد, مستقبل. محمد مستقبلك كما تشاء حسب جهدك وحسب تصورك لكن اذا صار ماضي لم يعد صح اصبح أقدار لكن تكون لا والله انا انتظر قدري هذا الكلام مو صحيح وانا قلت هذا الكلام في اكثر من كتاب موجود صح. فعلا دكتور احنا جدا مستمتعين وياك دكتور وممكن يعني راح تجدد وياك لقاءات ونتكلم في اكثر من شيء احنا كان ودنا نكلمك تكلمنا عن العين لكن قلت انا ممكن اخليها في حلقه العين يبي لها حلقه خاصه خلاص <applause> حياكم الله في إذن الله شكرا سعادة. لك دكتور بشير رشيدي على هذا اللقاء استمتعنا معك طلع اخذناك يمكن في اكثر من موضوع استفدنا استفدنا منك طبعا الكثير شكرا لك ومثل ما قال محمد نتمنى لقاءات اخرى قريبه جدا عشان نستمتع بهذا العلم مشاهدينا فاصل وراجعين ان شاء الله مشكورين الله يعطيكم إذا وصلنا لفقرة خوش أماكن فقرة شفتوها معنا في السيزن اللي طاف ومستمرة معنا في هذا السيزن خوش أماكن اليوم رح نتعرف من خلالها على أحد الأماكن المهمة بالكويت سوق السلع الإيرانية له من قبل؟ من زمان, من زمان. موجود موجود, الربع خلينا نشوف التقرير حاليا احنا بتركيا لا 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 ادغشمر احنا في احد الاسواق الشعبيه المشهوره في الكويت سوق السلع الايرانيه على شارع الدائره الرابع وتحديدا مقابل سوق الليبه راح تشوفون اكبر سوق شعبي مختص في السلع الايرانيه السوق تلاقون فيه كل شيء بخاطركم قطع اثاث وانتيك وتحف وفخار ولوحات فنيه وابواب خشبيه نادره وتصاميم حلوه تعطيك جو تراثي جميل حق الصالات والبيوت والديوانيات وباقل الاسعار خوش ديل حتى سجاد الايراني الاصلي مكون هنا باشكال وديزاينات متنوعة طب وتخيل هالمكان وايد يزورون اخواننا من الخليج ويحرصون في كل زياره للكويت لازم يمرون عليه وصار من اشهر الاسواق الشعبيه في الكويت. اجل اخذتنا ذكريات بالدفتر الكشكول اللي عليه صوره امير القلوب الله يرحمه الله يرحمه باذن الله الشيخ جابر فعلا يعني هذا كان كان مميز جدا ولا زال مميز بالتاكيد اما فقرتنا الثانيه فهي فقره فنتج فنتج شيء شي جديد شيء غريب وفعلا راح تشوفونه شيء جدا غريب فقرتنا اليوم راح نتكلم عن تقنيه الهولوجرام هذا جربنا تذكرين في الانتخابات اللي نعم. اللي قبلها كانت لكن هالمره شيء مختلف مع الهولوغرام شفنا تقنية الهولوغرام في التلفزيون مثل كوكب الشرق أم كلثوم في إحدى الحفلات حتى في أخبار المجلس شفنا تقنية الهولوغرام لكن هل شفت الهولوغرام في موبايلاتكم؟ هذا الفنتج كل اللي عليك تسويه أنك تشتري قطعة من البلاستيك على شكل هرم تركبها على شاشة موبايلك وشغل فيديوهات معينة خاصة لهذه القطعة واستمتع بالمناظر الجميلة اليوم اخذناكم في جو شوي منوع امساشفتنا روعه روعه, روعة, روعة شفنا, روعة شفنا الفن لنا بعد ان شاء الله راح يكون معنا ايضا مقابله مع <applause> فنانين راقين جدا باعمالهم هذا كله ان شاء الله راح نشوفه مع اعضاء وفنانين دن جاليري ومانا بنحرق عليكم بعد شوي المقابله مراتنا الحين او لقاءنا راح يكون جدا جميل وراقي باذن الله معنا اعضاء وفناني دن جاليري وطبعا هذا المعرض صار له اكثر من شهر ومستمر راح يقولوا لنا بالضبط وين مكانه معرض جدا جميل وراقي مثل ما ذكرت لكم وتقدرون تشوفون اجمل الاعمال معاي الفنانين التشكيلين احمد مقيم وبيبي الخشتي وشألك. مسي عليكم بالخير فنانينا مساك الله حياكم الله بالبرنامج واكيد راح نستمتع معاكم لكن في البدايه عندنا تقرير عن دن جاليري نشوفه مع بعض

اذا اجواء جميله مم. الفن ويمكن ترى وايد عندي اسئله عن الفن راح اسالها لي احمد وبيبي أب... بالبدايه خلينا نتكلم عن دن جاليري دن شنو الكلمه هذه شنو معناها احمد هي كلمه دن دن جال... طبعا جالري معروف من المعرض دن هي اساسا يعني كلمه معناتها مم. مم. الغرفه الخاصه لعمل نشاط معين مم. اي نشاط اي نشاط دائما يقولون والله حتى اي ام جوينج تو ماي دن كلمه انجليزيه كلمه انجليزيه إنه يكون خاص للكتابه لمكان مصدر الهام الخاص للنشاط الروحاني اللي ممكن يكون خاص به للشخص فاحنا دن غرفه الفنانين او مكان معقل الفنانين نفسه. والحلو انكم كتبتوها بالعربي نعم. يعني دن نعم. فصايره جميله وحلو انكم وضحتوها طبعا ما شاء الله المعرض انتشر انتشار كبير في في السوشيال ميديا وطبعا هذا الدارج جدا فشفنا لوحات شفنا فنانين آه كلمونا عن فكره المعرض وشلون بديتوا فيها بيبي كان المعرض بشكل اصغر بدايته نعم. كانت بشويخ ماركت نعم. مجموعه من الفنانين الحين الافتتاح اللي صار بكريستال تاور هذه خطوه اكبر للجاليري تطور اكثر مع فنانين اكثر باعمال احدث. اه ما شاء الله ففي في توسع كبير يعني بالنسبه لكم، الفن التشكيلي يمكن انا اشوف الاسئله لكن دائما الفن التشكيلي لما نشوفه نشوفه يا جماعه ترى يعني ما نشوف له معنى يعني صار خط فوق وخط تحت والوان وخربشات مثل ما يقولون، فهل هذا هو الفن التشكيلي؟ هو طبعا كلمه فن تشكيلي نعم شامله نعم بس اذا ندش شويه بتفاصيل اكثر نعم الفن له تشعبات له مدارس نعم له اساليب مختلفه ولا تقنيات نعم وحاليا يعني كفكر معاصر نعم كل شيء نعم دارج في الفن نعم فممكن تلاقي فنان يشتغل في تكنيك مثلا رسم واقعي نعم مثل انا يعني شخصيا ارسم واقعي جميل لكن نفس الوقت في عندي مواضيع في تحوير الوجوه م. نفسها فهي هني طلعت خرجت عن إطار الواقعي نعم أسلوب بيبي يختلف مثلا بيبي بي عندها المعالجات الهندسية يعني مواضيع الجمال الهندسي والزخارف الإسلامية توظفها في أعمال الفنية حلو بطريقة في تناسق لوني معين هي يعبر عن شخصيته هو عموما النساء يميلون للتفاصيل يحبون التفاصيل الصغيره عندنا في فنان يعني ما شاء الله مميز باسلوب يعني منفرد فيه اصلا من تشوفين اللوحات تعرفين ان هذا الفنان هذا فلان نعم لهم بصمه يعني ممتاز كل واحد له الخاصه يمكن بيبي انت يمكن انا الفكره اللي اللي ببالي اكثر لما نشوف مثل ما قلتي اشكال هندسيه لون داخل بلون و هل بس الفنان المتذوق هو اللي يفهمها او يمكن الشخص عادي لما يطالعها يعني ايش اللوحه هذه؟ كم؟ لا بالعكس في وايد عندنا بالكويت م. متذوقين هم مو فنانين لا. لكن من خلال يعني ملاحظتنا حق زوار المعرض من يوم الافتتاح لليوم موجودين يعني ما شاء الله عندنا الكويت متذوقين حتى لو ما كانوا فنانين متابعين شن في على الساحة حاضرين جاليات برا يعني مستوقين لا ما ما شوفون الحين يعني ان شخابيط شيء لا لا بالعكس انا ما جربت ها <applause> محمد ما من قبل جاليري رسم آه انا ما يعني لازم اروح واكتشف ذاتي هل راح اعرف افسر اللوحه ولا لا لا, لا, لا. ان شاء الله راح تشوفين ويعني راح تلاحظين شلون عندنا بالكويت المستوى يعني عالي بعد <تصفيق> <تصفيق> هو يفرق عن فن البوب ارت مثل ما يسمونه ولا هذا بعد موجود في هو هو البوب ارت ايضا من ضمن المدارس الفن لها فتره معينه كلها لها فترات زمنيه ابتدت لكن خلال الزمن الحالي اصبح كل شيء دارج فممكن الانسان او عفوا الفنان نفسه يستعمل كذا مدرسه بلوحه واحده ممكن ممكن ويوظفها بطريقه خاصه وتشكيل جديد في العمل فاللي اللي اللي مثل ما تفضلت اللي اللي يقول ان الفن هذا يعني شخابيط او يتهجم على طبعا اعذروني لكن انا قاعد اقول كشخص لا فعلا هذا ترى شغ... يعني شغلات احنا مرينا فيها لا. شخصيا يعني لا. ممكن شخص حتى يتهجم لمدارس معينه <applause> فهذا يدل على انه ضعف ثقافه او جهل في اتجاه <applause> معين <تصفيق> <الفن> <تصفيق> وبنفس الوقت ممكن يكون انه يبي يبرز اللي عنده في انه يضرب غيره هذا طبعا الثقافه اللي هي يعني تخلفنا ينتهي <applause> بالنهايه احنا بنشوف لك الحين ان شاء الله تغيير مميز حق احمد مقيم ودن ماله ودن اقدم البيت فاتي لكم هذا مرسمي وفي يعني اغلب اوقات تطوير في المكان هذا بين الرسم والقراءة كل شيء يخص الفن والنشاط الخاص به مصدر الهام اكثر شيء اللي هو دائما ركز عليه بالرسم هو Portrait او الوجه نفسه اشوف الوجه نفسه في كل شيء يخص الانسان حياته كلها تنعكس بويه ملامح بالنسبه لي الملامح الصينيه شيء جديد على عالمي وعلى الاسلوب اللي ارسمه الثلاث لوحات اللي قدمتهم اختصرت بالضبط الإحساس كامل اللي حصلته بالرحلة اللوحة الأولى لاوتسو يشرق في سماء نيمان. لاوتسو فيلسوف ومفكر من التراث الصيني. طبعاً استخدمت اللوحة landscape اللي هي أراضي منغولية الخضراء مزوعة التربة الحمراء و السماء نفسها السماء الزرقاء اللي لونها بين الفيروز وبين اللو، اللون الاقل من الفيروز بدرجه يعني درجه الوضوح نفسه <applause> ثاني لوحه في الورشه اللي هي كانت عن مشاهدتي لي، لي فتاة صينية في اللباس التقليدي الصيني لمحت من بين الناس بين الجمهور اخذت من يعني انتباهي لفت انتباهي اللوحة الثالثة هي اختصرت بالضبط آه القيم وال, وال... والسلوكيات والأفكار اللي أنا استنتجتها من خلال وجودي هناك في الصين فباللوحة نفسها رسمت نفسي في الدرجات الأبيض والأسود ومؤشر على القيم والأخلاق اللي شفتها في الصين صراحه سبحنا معك في اللوحات الجميله وهذه الخطوط لكن أه نتكلم يمكن الحين شفنا لوحاتك بهذا التقرير احمد يعني هل تقيم هذه اللوحات كما يعني أه بسعر لما انت تروح مثلا معرض و و و برا الكويت وتعرض لوحاتك او داخل الكويت هل ممكن تبيعها يهون عليك وهل انت تحط السعر ام ان الناس يفرضون عليك السعر بالنسبه لمشكله يعني تسعير الاعمال هني الفنان يكون في حيره فانه ساعات تكون اللوحه جدا عزيزه عليه وممكن ما يبيعها ما يقرر انه يبيعها صح وبحاله ثانيه ممكن ان اللوحه هذه لا انه يحطها في محل بيع بس ان التسعيره هني هني المشكله انه يرضي ذاته في انه يكون السعر هذا هل والله انا تعبت وانجزت هالعمل، هل السعر هذا يكون جزء من تعبي وجهد العمل اللي قدمته؟ هو اكيد وبنفس الوقت عندك انت الجمهور الجمهور في فئات مختلفه، ما تبي تستهدف يعني فقط اللي يقتنون الاعمال الفنيه لكن استعملوا المزاد عفو كافه عفوا كافه المجتمع ممكن يقتن العمل نعم ففي فنانين يبالغون بالاسعار و في انه ما يبيع اللوحه او وبيبي ابي نفس الطريقه ولا لا انت خلاص هذه كذي هذه كذي ما قاعد شيء ما قاعد لا بيبي فجأة اللوحات هذه الغاليه اللي بالملايين على اي اساس تقدر بهذا السعر انا فعلا الى الان ماني فاهمه هذا الكونسبت او هذا المفهوم ان لوحه يمكن على ايام الرسام لما كان عايش ما كان يقدر يبيعها يمكن حتى باي مبلغ بسيطة ريف خبز دائما يقولون الفنان بعد موته بعد موتين يصير عندهم خيالية يعني هل فعلا يستحق العمل هذا المبلغ؟ يعني هذه الأعمال اللي وايد قوية اللي يعني فنانينها تركوا بصمة في مجالهم أنا أشوف أن فيها قيمتها لأن لا هذا تعتبر يعني تراث هاي ثقافة المجتمع هذه يعني هي كلوحة ولا اسم الرسام هو اللي يفرض السعر؟ ام هي يعني يمكن 50% 50% كذي وكذي ترى غالبا الاسم ايه احنا طبعا احنا نعم. ماديين بس كلب بادا بس <applause> ما شاء الله انتقلتوا من اسبوعين في كريستال تاور نعم. هذا مكانكم ومستغرب نعم. وهو عمل شبابي يعني انتم 100% 100% عمل نعم. شبابي عمل الكويتي الله يعطيكم العافيه، هل متفرغين له؟ يعني خلاص قاعد يسد حاجتكم الماديه، حاجتكم المعنويه، نعم. سوق الكويت ماشي اسئله وايد. لا ما يسد طبعا احنا موظفين كلنا. نعم. يصد وبس الجاليري بادارتنا احنا الفنانين واحنا الاونر نعم واحنا دائما موجودين بالقلري على طول اي وحياكم عندنا من متى لمتى يفتح عندنا فكره صباحيه ومسائيه ممتاز وهو مستمر طول السنه اي هذا المكان مكان اي شخص ممكن اي يشوف اللوحات أكيد. على راحته وسوق الكويت ماشي إيه؟ بي بي بكل صراحه <applause> احنا, <تصفيق> <تصفيق> إحنا <تصفيق> يعني يتفرجون <يوني> قالت <applause> <applause> ايوه ضحكت يون يتفرجون ولا فعلا ناس تشتري محمد احنا اهم شيء عندنا انه نوصل آه ثقافة عشق الفن والجمال في المجتمع. الله. هذا اهم شيء. اهم شيء ان احنا نعطي هالاحساس هذا للناس وبأعمال كويتية. بأعمال كويتية نعم. طبعاً. نعم الفن تشكيل كويتي في صورة معاصرة. يعني حتى في في دائماً تكون آه لنا سفرات في آه لدول آه وتوك آه راد من الصين كلمنا آه. بعد عنها. اي هذا رحله الصين اللي نعم. يعني كانت دعوه وزاره الثقافه الصينيه نعم بان الكويت في الرسم ما نعم شاء الله وايضا من بعد ما رجعت من الرحله زيد العبيد من مؤسسين جاليري ايضا كانت له دعوه ومثل نحاتين النحت الكويتي في الصين تجربتك الحين الحين لا تردنا من الصين قول لنا التجربه والله هي اذا بتكلم عنها ترى موضوع كبير بمختصر يعني بس انه فكره الرحله فكره الورشه نعم ان عن موضوع الالهام انسبريشن ان تكون موجود في منطقه معينه مم. واحنا بالضبط كنا موجودين منغوليا مم. في الطبيعه وتقيم في المنطقة تقريبا خمسه ايام وعلى اساسها شنو شفت من المكان شنو حسيت فيه تعبر عنه باعمال فنيه الله هذا بالضبط كانت مختصر الرحله في شنغهاي في في منغوليا منغوليا نفسها مكان الطبيعه طبعا كان تواصل مع الطبيعه فقط ماكو ما شيء ثاني انعزلتوا عن كل شيء انعزال طبعا ما كانت ما كانت بروحي معي من الاخوان فنان تشكيل العرب <applause> كانوا معي بال <applause> كمجموعه الكويتي نعم هذا <applause> شيء يشرفنا جدا و <applause> وبعد بعد رحلتي كانت زيد العبيد ايضا نحت كان في مجال النحت <applause> في في الصين وغيره في عندنا مشاركات بعد من من بقيه الاعضاء <applause> في خارج في في قطر وفي الله يزيدكم ترفعون اسم الكويت وما شاء الله اجهد شبابي رائع بعد، وحضرتك بعد انت اللي رسمت اللوحه الكبيره والجميله حق الفنان القدير الكبير عبد الحسين عبد في يعني في المسرح ماله يعني اللوحه الكبيره هذه. شرف كبير لي طبعا. طبعا اكيد بيبي آه قلت بي سؤال بما ان احنا نساء يمكن نفس الشيء. آه ساعات لما اروح مثلا برا نلقى لوحه وقدامها شي كراسي مصفوفه. والناس يقعدون يسرح باللوحه، صدق يقعد بالساعات يطالع اللوحه، شنو يتامل بالضبط؟ يعني جربتيها هذه؟ اي احنا عندنا هم نحط الكراسي نحطي 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 نجرب نقعد <applause> ونطالع يعني اللوحات فيها عمق وفيها بعد وفيها افكار صدق هي محتاجه نعم. وقت وايد للتامل، يعني انت مو مو لما تروح قلقي انه تطق لك فرع على السريع وتطلع لا مو كذي يعني مم. انت لازم تتامل اللوحات تشوف شنو الفكره منهم؟ شنو الهدف؟ شنو تكنيك اللون؟ يعني هذا شيء وايد ياخذ الوقت. شنو ما شنو مصادر قوه اللوحه؟ شنو اللي يخليها فعلا لوحه رائعه؟ الالوان، خطوط، كونسبت مفهومي كل شيء ويعتمد على الاذواق يعني نعم ما شاء الله قلت لك مثل توساع عند الكويت شعب ذوي نعم الحمد لله يحبون يعني كل شيء يحبون قوه الالوان، يحبون قوه المواضيع، يعني كل شيء ما شاء الله نعم كل شيء لسوق موفقين في عملكم عندك كلمه اخيره بتقولها هي احنا الفكره في فكره اساسيه عندنا نعم. ان رقم واحد عندنا الجمهور المجتمع الكويتي مم. نبي نوصل له الثقافه ثقافه حب الفن والجمال مثل ما قلت بالبدايه نعم نحترم جمهورنا رقم واحد في ان نقدم له الاعمال الفنيه بصوره راقيه وبصوره معاصره البلد الملهم لك احمد ايطاليا ايطاليا وبيبي مم. يمكن المغرب تصادم هالهندسية الإسلامية لأن هي من بعث الإسلام يعني جميل, جميل كل الشكر لكم الفنان التشكيلي أحمد مقيم وأيضا الفنانة التشكيلية بيبي الخشتي لقاء جميل وديتونا يعني من عقب عالم الجن لعالم آخر <applause> عالم الجمال <applause> عالم الجمال كل الشكر لكم نتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله نزوركم في المعرض ويقعد على واحد من الكراسي وأتأمل اللوحات <applause> بس عاد نشرب قهوة وإحنا نطالع اللوحات هذا مكان, عادي مكان <applause> بس تعدل مزاجك تشوف الفن توفيق ان شاء الله ويعني هذه دعوه لكل الساده المشاهدين نعم وين مره ثانيه وساعه كريستال تاور آه معروف كريستال تاور في الديره نعم وفتره الصباحيه عندنا من عشر من عشر صباحا الى الفتره المسائيه تقريبا تبدا من خمس العصر ل 10 بالليل جميل حياكم الله جميل. ومكانكم. بس تدري أنا محمد شنو الحين قررت عقب نسوي لنا الدين أنا وأنت خاص بالمذيعين الدنيا. يعني كل واحد فينا يكون إيه. إيه يعني دي ما يصير مو خاص. بس الفنانين <applause> كل الشكر حلو. لكم إيه. نعم وأنتم أيضا مشاهدينا شكرا لكم ونشوفكم إن شاء الله باكر على خير في حلقة جديدة من برنامج بالكويتي مع السلامه.